أنا شخصياً لما حبيت أحط لنفسي كريتيريا أو مقاييس معينة كي أميز الفيلم الجيد من الفيلم اللي ممكن تكون جودته أعلى، لم أهتم بالصورة ولا بكيفية التصوير أو ولا بالإمكانيات الموجودة ولا بطريقة التصوير، على قد ما اهتميت بالأوريجيناليتي وعدم تقليد وعدم وجود نوع من أنواع الاستناء. أحيانا الواحد يحس إنه لأنه ممثل فأنا ممكن أكون عم بتابع الممثلين أكثر أو أطلع على شو عم بيشتغلوا، ولكن حسب رأيي الواحد بالأخير بتطلع على الفيلم اللي بخطفه. فكرة إنه لجنة التحكيم شافت الأفلام هاي كلياتها مع الجمهور بنفس الوقت هي فكرة حلوة، لأنه بشوف الإمباكت، بشوف تأثير هاي الأفلام عليه بشكل مباشر، وبالتالي بيحكم بانطباع عام ما له علاقة بشيء واحد محدد. أهم شيء عندي إنه حس إنه هالزلمة عنده شيء اللي منه جاي لا يسلي لي ولا يضيع لي وقتي ولا يمرق لي وقتي ولا ينسيني مشكلة. أنا بتطلع بعمل فني في مضمون شخص عنده طرح يطرح لي. أي فيلم يعتمد على كثير من المقومات إنه يكون ناجح. أولاً القصة طبعاً لازم تكون قصة جميلة، ولكن الأدوار والتمثيل في هذه القصة لازم يكون بعد جميل على مستوى القصة. ثم لا نغفل الأمور التقنية في إنتاج الفيلم. هاي الخلطة كلها تعمل مثل السحر، تحس إنه في جو إنه أوف، يعني فعلاً القصة حلوة يا أخي. التمثيل يعني في أشياء تغطي على أشياء، ولكن المنظومة ككل هي هاي المنظومة اللي تخليك أنت تحس تقول يا أخي هذا الفيلم وايد حلو.